السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده مهمته ان انت تكتب له التكست ويحول التكست ده لصوت، فبتكتب التكست هنا، والميزة فيه ان هو بيقرأ العربي وبيقرأ الصيني وبيقرأ كل اللغات دي. هنا بتبدأ تختار اللغة اللي انت عايزها، وبعد كده بتختار الفويس. في اصوات كتيرة جدا، عايز شاب، عايز صغير، زي ما انت عايز. طيب، وبعد كده بتيجي تكتب هنا الكود دوت، واقول له حولها لي لصوت. فبيبقى عندك الملف الصوت اهو، تقدر تعمل له TTS داونلود. Maker is a لو انت عايز تحمل الملف تقدر انت تحمله على طول بدون اي مشاكل خالص. طيب، لو انا عندي نص باللغه العربيه هيفرق شويه، لسبب اللغه العربيه محتاجه تكون مكتوبه بشكل افضل زي ما نشوف مع بعض دلوقتي. تمام، ده كده بيدولك MP3. طيب، اقول له افتح الملف تاني ونجرب بقى مع اللغه العربيه. لازم انا بقى نحدد اللغة العربي اهيت. ونيجي بقى نحدد الصوت قبل مريم وعلي وهكذا. طيب، هقول له مصطلحات الذكاء الاصطناعي. لقد أصبح الذكاء الاصطناعي مصطلحا شاملا للتطبيقات التي تؤدي مهام معقدة كانت تتطلب في الماضي إدخالات. بالنسبة لي شايف ان هو صوت كويس، لكن لو انت عايز حاجة افضل تعمل ايه؟ تروح على موقع اسمه شكلني. تمام، الموقع ده جميل جدا، بتديله بس التكست هو يبدأ يحط لك التشكيل. فلما تحط الفتحة والضمة والكسرة والحاجات ديت بيكون اسهل لبرامج الذكاء الاصطناعي انها تظبطه، يعني بيبقى الصوت افضل. هتقول له ابدا التشكيل، فيبدا يحط لك التشكيل، تاخد الكلام بقى بالتشكيل بالشكل ده كده، او تقول له نسخ، وتروح تديه لاي برنامج من اللي هما بيقراوا التكست الصوت، ساعتها هيكون الكلام افضل. تمام، يعني سواء البرنامج ده او غيره، لما بيكون في تشكيل بيدي تنبيه ان هو يفتح الحته دي، يكسر الحته دي، يضم الحته دي، وهكذا، فبيكون افضل ان شاء الله. تمام، لو دوست مور سيتنج هيقول لك الاختيارات زي السرعه بتاعت الصوت، لو انت عايز تبطئ او تسرع الصوت، تعلي او توطي زي ما انت عايز. ففي شويه امكانيات كويسه لو انت عايز جوده اعلى من الصوت، والموقع مجاني.